الفرق دكتورة بين البوسفاير اللي يجي في الساعات الأولى واللي يجي ربما من بعد شوية؟ اللي يجي في الساعات الأولى اون جينيرال سي تي ان نيكتير اللي يكون سواء سيكوندير اون مالادي بين سواء الدم تاع الام ماشي متطابق مع الجنين تاعها دونك ليكتير يكون بريكوس سواء باسكو عنده بريماتوري يكون بريماتوري دونك الكبده تاعو ماهيش واصله البوسفاير يكون طالع سواء باسكو عنده اون بوس سيرو سانغي سادير كيزيد زياده تكون شويه مستعصره ولا دونك كي تجي خرج الطفل يدير اون بوس ومن بعد هذيك لا بوس اسو ريزورب تعطينا اون انيمي بوسفاير دونك حنا دوفون تو بوسفاير لازم نعرف لا دات تاعو لازم نعرف لا دات مادام الكروباج تاعك والكروباج تاع البيبي باش نشوف اسكو مطابق ولا غير مطابق عدم تطابق يعطي لي كتير زمره ولا الفاسيلا تاع الوالده والمولود يعني تكون لها وي سي لو بلو فريكون سي لو بلو فريكون دونك سوا يكون لا ماما تكون بوزيتيف ريزوس بوزيتيف نيجاتيف والبيبي يكون ريزوس بوزيتيف ولا تكون اون جينيرال لي بلو فريكون سي لا بي او سي لا ماما تكون او والبيبي يكون ا ولا البي دونك الحاله تاعك انت يا انا الاو بوزيتيف دونك البوسفاير تاعها صافي ديتيها من بعد الطبيب كانت النسبه تاع البيليروبين هذه الماده تاع البوسفاير نعيطوا لها بيليروبين هي اللي تكون تسبب في هذه لا كولوراسيون اون جينيرال كي يكون قليل النسبه تاعها مش عاليه نديروا لكم غير لا فوتوثيرابي سي لا ليميير بلانش لي ديغرادي هذيك لا بيليروبين مي كي تكون دي فوا النسبه طالعه بزاف تما نخافوا نديرو فوتوثيرابي بلوس انتنسيف و دي فوا نكونو ملزمين حتى نبدلو الدم دونك حالة اريج كان شحال كان التعيار تاعها كانت 340 هي كان طالع بزاف كان طالع بزاف ومن بعد الطبيبة قالتلي نعسوها لا ما حبتش نبدلو لها الدم هما كيما يعسوها كل يوم نديها كل يوم نديها كاين خطرات يشدوها تبات عندهم وخطرات يعطوها لي نديها للدار من بعد لحقت 11 يوم قالتلي مادام ما نقدرش نبدلو لها الدم وقعد التعيار طالع نسبه تاع البيلوغين كانت طالعه